السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه سكتش فاب، تقدر ترفع عليه الموديل بتاعك وتشاركه مع الناس وهكذا. طيب أنا مثلا المشروع ده كنت عامله تقريبا من 10 سنين أول ما جيت قطر. تعالى نبص عليه، عايزين نشوف إن أنت أي موديل هنا تقدر أنت تشوفه في آر و إي آر. فبالشكل دوت اهوت، تقدر تعمل زوم، تقدر تعمل روتيت بالشكل دوت. طيب لو جيت كده تحت كده هتلاقي ال VR، فبيقولك ان في طريقتين، طريقة من خلال الموبايل وطريقة ان انت تخليه على الكمبيوتر. فالطريقة بتاعت الموبايل بيديك لينك اهوت، ودي الطريقة ديت زي ما قلت لك المشروع ده من 10 سنين. كان في نظارة اسمها كده نظارة جوجل، بتحط ال مباشرة خالص، تقريبا كنت مش عارف ب20 30 جنيه حاجة زي كده، وبتحط الموبايل بتاعك واوتوماتيك بتبدأ ان انت تشوف حاجة بالشكل دوت. تمام، او ان انت بقى بتقول له انا عايز اخليها من على جوجل كروم، فبيقول لك ان انت لازم تعمل انيبل ليها وتبدا بقى تشتغل، او يكون مسطب عندك ستيم في ار. ستيم اهو انا مسطب الستيم ده حاجه زي يعني مشغل العاب حاجات زي كده، واول ما بتسطبه بتسطب جواه الستيم في ار، وبعد كده بتبدا ان انت تشوف الحاجه دي الفيرشوال رياليتي، يعني بتبقى لابس النظاره وشايف حاجه غير الشكل دوت. تمام، زي النظارات اللي بتبقى موجودة في السينما عشان تشوف الفيلم واقعي.